انت مرفوض من 3 جامعات حكومية بسبب سلوكك السيء. يا راجل انا ما عنديش التسيب اللي موجود في الجامعات الحكومية، انا عندي انضباط، عندي التزام، مستوى تعليمي رفيع. ما عندكش تاسة يا فندم. اخلص ملعون ابو مجانية التعليم اللي بوظتكم. يا فندم انا كنت عايز اقول لحضرتك. مش ما تقولش اي حاجة، الاولاد بتيجي عندي هنا عشان تتربى وتتعلم. انا فاهم يا فندم. ما انتش فاهم حاجة ابدا، اتفضل يلا على المدرجة. فاهم؟ فاهم يا فندم، وان شاء الله ان شاء الله هكون عند زون حصن حضرتك. ايه بخ طز حضرتك. ايه المدرج منين يا فندم؟ هنا اهو. شكرا. هنتكلم في المحاضرة النهاردة عن خصائص الموارد الاقتصادية. اولا بعد اذنك يا دكتور، انا ما حدش يخش لي المحاضرة متأخر بعدية. اتفضل برا. اذنك يا دكتور. اتفضل برا. اولا الندرة النسبية، وهنتكلم عن الندرة النسبية. زي ما حضراتكم شايفين الندرة النسبية. ايه ده؟ انت يا اخينا انت داخل زريبة لا خيالك، قم فز وانت بتكلمني. اسمك يالا؟ بسيون. نعم بسيون يا عبد السلام بسيون. ايه حد عنده اعتراض على الاسم؟ انت جيت لنا من انهي مصيبه؟ من 3 يا فندم. نعم يا اخويا. قصدي 3 مصايب يا فندم، جامعة القاهرة، جامعة اسكندرية، وجامعة جنوب الوادي. ما شاء الله اترفدت من 3 جامعات، دي حاجة تشرف والله. واترفدت ليه من 3 جامعات؟ والله في جامعة القاهرة تقدر تقول ضربت دكتور ضايقني، في جامعة اسكندرية ضربت دكتور سألني اترفدت ليه من جامعة القاهرة. كل اللي اقدر اقوله لك انك مش متربي. او ده بقى نفس اللي قاله الدكتور بتاع جامعة جنوب الوادي قبل ما كسر له صف اسنانه التحتاني يا باشا. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا مايا. دي إنجي برنسيس الجامعة، يستحسن تبعد عنها أصلها متشفرة. نعم أيوة، والجامعة بتاعتها مع طريق مانشستر، أصل أنا فتانة. أنيسة إنجي لا مؤاخذة هنعطلك عن قراية المجلة. لا أبدا يا دكتور، تحت أمرك. إحنا كنا بنتكلم في إيه دلوقتي؟ في المحاضرة. ما أنا عارف، الموارد الاقتصادية وعلاقتها بإيه؟ علاقتها بلون الشعر. برافو برافو، المحاضرة جاية تيجوا ومعاكوا الصبغة. انت واخداني على فين؟ هعزمك على حاجه في الكافيتيريا. دي بقى المكتبه طبعا ما بندخلهاش خالص. ومين دي؟ دي جميله البنت بتاعت النظافه. ازيك يا جميله؟ دي عامله فيها المترشه. ايه يا توحة الكلام على ايه؟ يا بطة مش قلنا كل الكلام ده في الهيش وبنلخص في الاخر؟ ولا قشطة صبح 3 2 في 3. ايه رأيك في النظام بتاع امبارح؟ وحياة ابوك ما تفكرنيش، دي شقة زبالة ونسوانها كلها عايزة الحرق. ليه يا نوفل قاريني غلط؟ ده انا بحبك يا عم. قاريك غلط ليه؟ انت الماني. سعادتك طلبت امبارح تروح شقة فيها نسوان بلدي. انت تسلح لي حتة زبدة. ايه الماسك الجديد اللي داخل علينا ده؟ ما ينفعش، انت ضيفنا النهارده وانا نازل. عيل جديد اسمه بسيوني حاجه كده. بسيوني؟ بسيوني حاجه كده بسيوني. يبقى انت جبت اسمه الثلاثي وحبيته، وان شاء الله هيتحط في الموسوعه بتاعه طارق كابو. اوعدك الدنيا حلوه. تعالى نلعب كوتشينه على المشاريب. لا اعتبر نفسك كسبت، هروح اجيب انا المشاريب. يا في ايه ولد صحيح؟ يا ربنا يا صباح اللي بتغني. سندوتشين ودينا حاجه ساقعه. لا 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 لا.
حبيبتي دايما البدايه عندك. بالهنا والشفتاشي. اقول لك حاجه؟ مش متفائل. اهدى انت بس. مش تحاسب؟ انا برضو اللي حاسب؟ لا انا. لا انا بوتاجاز معدي. ما تهدي، في ايه؟ انا بحذرك. طب وحياه ابوك بلاش الصباع ده، هتندم. بنفس الصباع؟ بنفس الصباع؟ ما تهدي، تختلف دماغك من الصبح. يلا كده احلى. الله الله الله، سخنه. الله الله الله. ايه يا عم مش تحاسب؟ برتقان ومانجا وخيار. بس انت اكيد ما تقصدش. وعامل لي فيها برم، في برم يقع الوقعه دي. والنبي يا اخويا وحد ابوك ما تبقاش تلمس الحاجه اللي مش بتاعتك. اه انت تقصد القصه يعني؟ انا كنت بعجلها لها عشان وشها ما كانش باين، وبعدين شايفك متنرفز قوي. يا عم دي قصه. قصه؟ فظيع. شلني. عادي يا حبيبي. بسيوني. نعم. قولي انت وراك ايه بالليل النهارده؟ لا والله ما ورايش حاجه. طيب اصل انا كنت عامله حفله في البيت عندي، ويا ريت يعني تيجي. لا والله مش عارف، احتمال يبقى عندي مليون حفله. اه طيب عموما يعني لو خلصت وعرفت تيجي يبقى تعالى. مش هيك. هتيجي. مش هيك، انا حر. بس يوني مستنياك. شباب بيحبوا ونمبر وان، عايشين كده لينا ستايلات، كل حياتنا يا حب يا فن. لا تغيرنا ولا تأمرجنا، ومحدش في الدنيا شركنا، والأصلنا دايما ريحنا وسبنا، ده الكب وهو اللي حبيبنا وصاحبنا وفي قلوبنا الغالي. انا مبسوطة قوي ان انت جيت. ما انا مقدرش افوت اي حفلة انت عارفاني. طب تحب بقى اقولك يا بيسو ولا يا كابو؟ بيسو؟ لا كبو احلى. ماشي يا كبو. بقول لك ايه، تيجي نرقص؟ ها؟ يلا نرقص. معلش اذا كنت غلست عليك الصبح، بس الصراحه انا كنت قاصد. عادي انا متعوده على كده. حلو اللي انت عاملاه في شعرك ده والالوان، بس مش غريب شويه؟ عجبك النيو لوك اللي انا عاملاه؟ الايه؟ النيو لوك. بص انا عاملاه مخصوص عشان الحفله. والله كلفتي روحك، بس الصراحه الصرف باين. وانت مين بيعمل لك النيو لوك؟
الشعر الستايل. صبحي مين؟ الحلاق بتاعي، بروح له كل يوم جمعة بعد الصلاة، شعر دق فوطة سخنة بيظبطني. You are so sweet يا بسيوم. حلوة قوي الحفلة بتاعتكم دي، يعني انتوا كل يوم كده؟ على طول، احنا كل يوم حفلة عند واحد من الشلة. على فكرة طارق شكله زعلان من اللي حصل النهاردة. سيبك منه، هو على طول كده عامل فيها زعلان. لا يعني انا خايف اكون انا السبب في الزعل بينكم. زعل بينا ليه يعني؟ ايه اللي ليه؟ هو انت مش مرتبطين؟ لا طبعا مش مرتبطين، طارق ده ما بيرتبطش بحد، طارق عايز كل حاجة تبقى بتاعته وبس. بيني وبينك مامته مربيه على كده. شوفي، وانا اللي كنت فاكر يعني ان انتوا الاثنين. لا مفيش ولا اي حاجة اصلا. اصلا اصلا انت يعني مفيش حاجة خالص خالص. بقولك ايه بس يوني، ما تيجي افرجك على الفيلا بتاعتنا. طب ما تستني بعد البوفيه. ايه خلاص قبل، اتفضلي. هاي مامي. هاي انجي. مساء الخير يا فندم. يا ماما انظمها. لا عادي خلاص انت عادي طبعا. شوف العيال ومؤيستهم واخدين راحتهم على الاخر ولا كأننا هنا. حبيبي ايه يا حم، رايلك زعلان من ايه؟ من قلة يعني البنات في الجامعة؟ يا سيدي لو بيغرك الرفع اقسمني اتنين. يا ماما قلك مية مرة انت زي اختي. يوه. ايه يا عم طارق، ما بتضحك معاك؟ وبعدين ايه يعني لما الراجل طحنك؟ انت هتستهبل؟ اوعى غرك زي ما يغر انجي، لولا السجارتين اللي ضربهم كنت طحنته. يا سيدي ولا يهمك، انا معتبرك طحنت. لسه معاك طابع؟ معايا بس انت افورت النهارده كبو. يا بقى فيها كبو، اخلص. هات ابن انا خد. وفكره بقى انتوا مغرورين في الواد ده. وانا هوريكم. الله معاك. ماشي يا حلو. اقول لك حاجه؟ ايه؟ انا مش متفائل. ودي بقى يا سيدي اوضتي. ايه رايك بقى في بيتنا؟ دي صورتي وانا عندي 3 سنين، ودي وانا عندي 5. مين دي؟ دي معرفهاش. تعالى افرجك على بقيه الصور. ده باباك يا؟ دي لما كنا في امريكا. ودي مامتك عادي؟ بس دي لما كنا في فرنسا. قولي لي انجي، انت بتجيبي حاجتك منين يعني؟ حاجاتي